إذا الكنيسة رفضت رفضاً قاطعاً ادعاء كارمن ونشأت، وللشيخ رامي الفري مدير المركز الإسلامي بطرابلس رأي بيوضح نظرة الإسلام إلى وجود رسول جديد. رأي الدين الإسلامي فيما يدعي به بعض الأشخاص من النبوة أو الأكاذيب أو الاستنارة أو حتى الرسالة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه. فعقيدتنا واضحة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي بعده، وكل من ادعى خلاف ذلك فهو كاذب أو مجنون أو دجال، ومن صدق بذلك فهو كافر خارج عن الملة. أمر واضح. فهذا الادعاء مناف للعقل الاجتماعي والمنطق الحضاري وللثقافة المجتمعية بشكل عام. وهنا عذراً على ما سأقول، فمنتهى غاية ذلك المدعي الجاهل هو الظهور الإعلامي، وللأسف حصل عليه، وكذلك الشهرة الكاذبة. ولكن ينثى أمثال هؤلاء أنهم يتطاولون على الذات الإلهية، فسيقع عليهم غضب رب العرش العظيم ونقمة المثقفين، وأنا آسف عليهم وأحزن لأنني أصفهم بالمرضى. وأنا أقول أيضاً في هؤلاء أنهم ضرر على المجتمع، فالادعاءات المزعومة هي نوع من أنواع التضليل وتشريد ضعاف النفوس ونشر الفتنة بين عامة الناس. وبعد موجة الاستنكار والمطالبات بوضع حد لهالنوع من الدعوات اللي بترفضها كافة الأديان، تقدم الشيخ أمين الكردي بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار للنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأة وكل من يظهره التحقيق.